قدم راقص السامبا عرضا على متن القطار في وقت تزداد فيه الشكوك حول عودة كرنفال ريو دي جانيرو الشهير بسبب ظهور البديل أوميكرون. قطار السامبا هو حدث يحتفل به الراقصون على متن القطار بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسامبا في البرازيل، ولكنه توقف خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا. استقل أعضاء مدرسة السامبا قطارا من محطة سنترال بوسط مدينة ريو دي جانيرو باتجاه حي أوزرالدو كروز، وهو نفس خط سير الرحلة الذي قام بها راقص السامبا منذ 80 عاما. تمثل رقصة السامبا الأكسجين الذي يتنفسه البرازيليون، وهو الدواء الذي يعالج هموما اجتماعية وينسيهم آلامهم وحياتهم الصعبة. لذلك تزايد عدد المشاركين في القطار من الشباب والكهول رجالا ونساء على حد سواء. راقص السامبا جماعات وفرادة مثلما تقتضي طقوس الرقصة، حيث تنقسم إلى نوعين: رقصة انفرادية يؤديها الشخص بمفرده، ورقصة ثنائية تكون مشتركة بين اثنين، يمكن أن يكون شابا وفتاة، ويمكن أن تجمع بين شخصين من جنس واحد. المهم هو الاستمتاع برقصة السامبا المحببة والشهيرة لديهم والمحببة لشعب البرازيل بأكمله.